بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منظومة الموضحة في بعض تنبيهات في الفاتحة. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. يقول عارف ابن المحرمين رجل قائل هنا مولانا الحمد لله الذي قد يسر كتابه جودا ميسرا ثم صلاته على شفيعنا محمد وكل من أقرأنا وبعد مني لكم موضحة في بعض تنبيهاتنا في الفاتحة كن متقنا محققا أحرفها فصحة الصلاة من صحتها رقك أعوذ الحمد مع ليفة والمستقيم قبل تفخر أتى قالوا كأرحمن لا أرحمن فأعطي حق الحرف يعني راء فأخفيا تكررها مشددا وحذرا تنطق إيا شددا الحمد مع أنعمت قد تقلقل فبينا سكونها يمهل وكل مغموم فأشبعا بالضم وكل مفتوح ومكسور يتم كيوم اهدنا الصراط غيري فلا تمل وأتمما بالكسر واحذر لدى ملك يوم نعبد من اختلاس الحركات يجد للضاد له إطالة محتمة ليست كضاوط ودى المفخمة واحرص على مقدار مد اللازم وهو ست حركات فعلان كالطول آتوني وخل نحيها فيها ثلاث ألفات قسها كذا على العارض فلتلتزما لا سيما في طول مختتما وتم نغمي لكم الموضحة بحمده رفيع كل الصالحة عما أتى البلد شيخ الأزهر أبيته في تسعة وعشر وأفضل الصلاة والسلام على النبي سيد الأنام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.